تلقى اللواء محمد جاد بلاغا بحادث وفاة الطفلين أظهرت التحريات وأقوال الشهود العيان أن الطفلين عبد الرحمن فوزي وندى محمد 4 سنوات عبد الرحمن 6 سنوات وندى 4 سنوات كان يلعبان مساء الجمعة 17 أغسطس 2018 أمام منزلهما بمنطقة 24 أكتوبر التابعة لحي الأربعين، وأثناء ذلك اختفيا فجأة بعد الساعة 8. وأضاف الشهود العيان أن المنطقة المحيطة بعمارة 10 و11 و12 غارقة بمياه الصرف الصحي بسبب تعطل إحدى طلمبات رفع الصرف الصحي، مما أدى لطفح المياه وغرق المنطقة منذ عدة أيام. وبتبين الصور إن هي طفح المجاري. منطقة غرقانة بالكامل. ومع الساعة الأولى من اليوم السبت شاهد أحد الأشخاص جسم غريب يطفو على الماء، وبالاقتراب منه رأى أحد الطفلين وبجواره الآخر. وهرولت أسرتي الطفلين إلى مستشفى السويس العام لإنقاذهما، إلا أنهما كانا فارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. ده عبد الرحمن 6 سنين، وندى 4 سنين، غرقوا في بلاعة صرف. وقرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس إلغاء مظاهر الاحتفال الرسمي في الإقليم بعيد الأضحى والذي يحل الثلاثاء المقبل. حدادا على الطفلين عبد الرحمن وندى اللذين غرقا في بلاعة صرف بجوار منزلهما. كما أعلن نائب السويس عضو تكتل 25-30 البرلماني طلعت خليل عن تقدمه باستقالته من مجلس النواب بسبب مسؤوليته عن وفاة الطفلين ندى محمد وعبد الرحمن فوزي في بلاعة الصرف الصحي أمام منزلهما في السويس. ده النائب البرلماني قال إنه هيقدم استقالته بكرة. وقال خليل في تصريحات خاصة للشروق إنه يعتزم التقدم باستقالته غدا الأحد 19 أغسطس 2018 بشكل رسمي، موضحا أن استقالته تأتي نتيجة لغياب دور مجلس النواب الواضح في المحاسبة على حد قوله. واتهم الشركة القابضة لمياه الصرف الصحي بالإهمال قائلا كيف تترك هذه الشركة البلاعات مفتوحة؟ وننزل نجيب أطفالنا منها، معتبرا أن البرلمان ما بقاش رقابي ولا بيحاسب للاستمرار فيه. وكتب خليل أمس عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بعد غرق الطفلين ندى محمد وعبد الرحمن فوزي، في بلاعة للصرف الصحي أمام منزلهما أعلن مسؤوليتي عن ذلك وأتقدم باستقالتي من مجلس النواب. كما قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس وقف رئيس قطاع السويس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن العمل، ومشرف المرافق بحي فيصل، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة طفلين غرقا في بلوعة الصرف الصحي، وهما عبد الرحمن فوزي 6 سنوات وندى الشعيري 4 سنوات. وباشرت اللجنة التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين المنوط بهم الأمر في حي فيصل وفرع الشركة القابضة بالسويس، وذلك بإشراف المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس. ووجه اللواء حامد بالتنسيق مع مديرية أمن السويس لتشديد الرقابة الأمنية على أغطية البلوعات وجامعي الخردة والتجار،
بيسرقوا أغطية البلاعات. لمنع سرقة أغطية البلاعات خاصة بالمناطق السكنية والضواحي التابعة لحي فيصل التي تكثر فيها أعمال سرقة البلاعات. هنشوف حادثة تانية مؤسفة جدا، جثتين في فنطاس ترشي.